إذا مشاهدين رجعنا لكم فقرة ديوان الشباب ومعانا حسين التميمي ومجموعة سواعدنا. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعني لو تكلمنا في البداية عن مجموعة سواعدنا، إيش معنى أولا، متى بديتوا، إيش معنى اخترتوا اسم سواعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء إحنا بلشنا بسنة 2011، طبعا رئيس المجموعة أستاذ عادل السليطي أطلق على المجموعة مجموعة سواعدنا، لأنها هي الساعد، يعني سواعدنا، فجمع ساعد سواعدنا. أي. وانطلقت المجموعة سواعدنا باسم سواعدنا لأن على اليدين، يعني هي مجموعة تطوعية. أي. طيب تطوعية. شنو نشاطاتكم، شنو اللي تهدفوا له، شو تسوون؟ احنا مجموعة سواعدنا هدفنا إبراز مواهب ذوي احتياجات خاصة وأطفال مرضى وكبار السن. عندنا كذا فعاليات، وايد فعاليات سوينا من قبل. احنا أنواع الفعاليات عندنا نوعين، نوع فعاليات صغيرة هي شهرية، يعني زيارات وزيارات مدارس نسوي يوم مفتوح، وعندنا فعاليات الكبيرة هي مثل كرنفال، نسوي كرنفالات ومهرجانات. طيب كم واحد بالمجموعة؟ احنا حاليا مجموعة تقريبا 15 شخص. نعم. بنات وشباب يعني تكرسوا وقتهم حق التطوع، يعني شغلنا كله حق عمل تطوعي لذوي احتياجات خاصة أكثر شيء. يعني عندك احنا نسوي كل مناسبة، يعني بأيام يوم ذوي الإعاقة، أيام المناسبات نسوي فعاليات كبيرة. مثلا عندنا يوم الأم سنة 2013 سوينا أكبر علم من ورد صناعي، كان فكرته أن مسير من مسجد الكبير لمتحف البحر لجبال سوق شرق. كل تواصلنا مع مدارس ذوي احتياجات خاصة ومعاهد وأندية، كل طفل من ذوي احتياجات خاصة مسك بيده وردة ومشى من مسجد كبير للمكان اللي كان فيه. ما شاء الله ممتاز. وحط يعني الخرزة والوردة بستاند، وما شاء الله يعني شكله كان وايد حلو. طيب. هذا أحد الفعاليات يعني الكبيرة. أنتوا كمجموعة قلتي 15 واحد، شلون يتم التنسيق بينكم، وسيلة التواصل، هل لكم مقر معين، مكان معين؟ والله شلون توزعون الشغل بينكم؟ مقر ما عندنا، طبعا على جروب واتساب. نعم. يتم التنسيق، طبعا في إدارة بالمجموعة، رئيس مجموعة وإدارة المجموعة والمتطوعين. يتم التنسيق أول شيء بين الإدارة إذا كانت عندنا فعالية أو إذا كنا بنناقش حق فكرة، بعدين يتم مع المتطوعين كلنا نستمع ونحط الأفكار، يعني فكرة من شخص، فكرة من هذا، فكرة من هذا، تصير فكرة كبيرة. طيب لما بديتوا شنو المشاكل اللي واجهتكم حسين؟ والله احنا الحين أول ما بلشنا أول شيء الدعم، أن احنا كلنا نتقاطط. مثلا عندنا فعالية الأسبوع الجاي زيارة أو شيء، تقاطط كل المجموعة على حسب القطية، نتقاطط ونوفر الأغراض. بس مرات يعني القطية ما تقدر، أن أكثر المتطوعين طلاب. نعم. يعني ما في موظفين، كلهم طلاب جامعة، فمرات يعني نبسوي فعالية كبيرة من نشاط كبير ما نقدر نوفر المبلغ حق الأغراض حق الفعالية. طيب هالحالة شو تسوون؟ يعني في جهات تدعمكم أو جهة تساعدكم؟ والله في بعض الجهات يدعمون بأشياء، يعني مثلا ألعاب حق أطفال ذوي احتياجات خاصة، مثلا المأكولات حق إذا كان في كرنفال ولا شيء، أكل أشياء يعني. طيب بسيطة. حسين شلون لقيتوا يعني تواصل أو تفاعل الناس أو ذوي الاحتياجات الخاصة معكم؟ والله أول شيء التواصل جدا رائع، يعني لما تشوف ابتسامة شخص طفل من ذوي احتياجات خاصة هذا أحلى شيء، أنك جاي تبي تونسه، جاي تبي يعني تفرحه، فلما تروح تلاقي أول ما توصل ابتسامة والوناس وهم يعني وايد مستانسين. فاحنا نزور مدارس ذوي احتياجات خاصة نسوي لهم يوم مفتوح، جدا يستانسون لما نيهم نسوي لهم اليوم مفتوح. نزور مراكز، عندك مركز الخرافي نروح نسوي له زيارات، وهم بعد مو بس ذوي احتياجات خاصة، انه بعد هم عندنا كبار السن، يعني نزور وزارة الشؤون دور رعاية، هم وايد نشوف الابتسامة والوناس اللي بيوهم، وايد نستانس ان شاء الله. طبعا انتم ما تقدمون اي اجهزه او اي ادوات لذوي الاعاقه؟ والله هذه الفكره موجوده ان نوفر اجهزه، بس ان هذه تكاليفها وايد غاليه،
انه حق المحتاجين ويل تشير وكذي، بس تكاليف عاليه يعني علينا. ان شاء الله اذا الله سهل مفرهم ان شاء الله. لما تنسقون يعني حسين، لما تبتدي بدايه التنسيق مع اي جهه، هل في مراسلات كتب او مندوب يروح منكم يتفق معاهم على اساس راح تزورون الجهه هذه؟ اكيد هو لازم كل مكان كل جهه لازم نودي لها قبل الفعاليه بوقت يعني شهر شهرين كتاب. احنا من المتطوعين اداره بالعلاقات العامه، لجنه العلاقات العامه هي اللي تتواصل مع الجهات والاماكن المراكز. نعم، معنا كم صوره ونبيك تعلق عليهم اخوي حسين. عطنا صورة. الصورة هذه يا حسين، هذه بش اسمه مستشفى السرطان، اي طفل من مع المتطوعة. نعم، كان في حفلة هناك عيد ميلاد. نعم، هذه في مستشفى السرطان، اي مستشفى البنك الوطني، مع الطفل كان حفلة عيد ميلاد. كنا نعم. نسوي لهم احنا، اخذنا فترة كل شهر نسوي عيد ميلاد حق اللي عيد ميلاد من نفس الشهر. نعم، شوف الصورة الثانية. هني افطار صائم رمضان اللي طاف. كنا منطقة جديد شيوخ. نعم. افطار صائم حق الفقراء المحتاجين مساكين. وهالسنة سويت افطار صائم؟ ان شاء الله في افطار صائم بس آخر 10 أواخر ان شاء الله. 10 الأواخر ان شاء الله. نشوف الصورة الثالثة. هني كنا مشاركين بمعرض بوزارة التربية بهيئة التطبيقي، ومعرض حق ذوي احتياجات خاصة. نعم، اللي بعدها هذا هني كان كرنفال سنوي بمناسبة يوم المعاقين بوزارة الشؤون، مسرح وزارة الشؤون، وشاركنا. كانت وايد حلوة، وايد كبيرة، ضخمة كانت الفعالية، بحضور الشيخ دعيج الخليفة والشيخ. هذه السنة ولا السنة اللي طافت؟ هذا ب 2014. 2014. نعم. وحضور الشيخ انتصار المحمد ووكيل وزارة الإعلام سيد فؤاد بوشهري. نعم. بعدها؟ هذا هني بمعرض مجموعة مواهب اللي يقام بعض المعارض. احنا بالمعرض هذا ناخذ بوثين. بوث يكون براس حق ذوي احتياجات خاصة، يعني نشوف لنا شخص من ذوي احتياجات خاصة عنده موهبة أو شيء. نعم. مثل ما تلاحظون بعد الرسومات، هذه الرسومات من ذوي احتياجات خاصة، احتياجاته الخاصة نفسه. ايه. الموهوبين ناخذ بوث حقه هو يبرز مواهبه، وبوث حق المجموعة تعرف على المجموعة، هم اللي بيتطوع أو بيساهم بعمل الخير يسجل اسمه بالمعرض. نعم. هذا في بعد صور اللي بعدها. هذا هم بعد بمستشفى السرطان، هم كانت عندنا زيارة. احنا اكثر شيء يعني نسوي زيارات وحفلات، يعني الحين حفل العيد ميلاد وقفنا، بس كنا شغالين يعني لش اللي طافت كنا شغالين كل شهر. نعم. نشوف منو عيد ميلاد هالشهر، نسوي لهم مجموعة، نختار يوم نسوي له عيد ميلاد. ممتاز. هذا نفسه بمعرض مجموعة مواهب مع تقريبا روضة او ابتدائي، مدار الزائرين المعرض. نعم. وشخص متطوع مو رئيس مجموعة سواعدنا أستاذ عادل السليطي قاعد يشرح لهم فكرة التطوع وشنو مفهوم التطوع. نعم. هذه هني بحضانة من حضانات ذوي احتياجات خاصة، مسوي لهم يوم مفتوح بعد وفرحهم. السيد فؤاد بشهري يوم كرنفال يوم المعاقين قاعد يقول له كلمه حق ذوي احتياجات خاصه. نعم. يعني حسين يعطيكم العافيه على هذا المجهود وهذا الجهد صراحه، خصوصا انكم متطوعين يعني. لكن اذا واحد يبي ينضم لكم او يبي يشارك معاكم، شلون وسائل التواصل؟ احنا عندنا انستغرام سواعدنا، يقدر يتواصل معنا على طريق الانستغرام، يكلمنا. وان شاء الله في ارقام بعد بالانستغرام موجوده، ارقامنا، رقم رئيس مجموعه ورقمي موجود بالانستغرام، يقدر يتواصل معنا وحياه الله. الله يسلمك، يعطيكم العافيه على هذا الله المجهود. الله يعافيك حبيبي. اي خدمه تحتاجونها احنا حاضرين. تسلم حبيبي. الله يسلمك.
وكلمة أخيرة حسين. كلمتي الأخيرة أن التطوع شيء وايد يغير من شخص، يعني يغير من حالته الاجتماعية. إذا كان الشخص منعزل، مو منعزل يعني مو اجتماعي، التطوع يغيره، يخلي إنسان جدا اجتماعي. يعني أنا أول ما تطوعت ما كنت أقدر أطلع على شاشة التلفزيون، الحين الحمد لله صرت اجتماعي. نعم، يمكن أخوي حسين أشكرك على هذه الاستضافة. أنا أشكركم على الله يسلمك حبيب. وإحنا حاضرين بأي شيء نمرون فيه كمجموعة تطوعية. وختاما يعني أشكرك أخوي حسين التميمي ومجموعة سواعدنا على هذا المجهود الرائع. حبيبي مشكور، ما قصرت. الله يسلمك. تسلم. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى برنامج أو فقرة غبقتنا. ضيوفنا راح يكونون سيدة حوراء دشتي، اختصاصي اجتماعي مدرب معتمد، وهدى الماجد أخصائي اجتماعي ومستشار تربوي. وعنوان الحلقة: ماذا بعد الطلاق؟ بعد الفصل.